السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأستاذ تروك حميد في الجزء الثاني من درس الإحصاء. إذا بعدما تعرفنا بطبيعة الحال على القواعد السنة الماضية في الجزء الأول، في هذا الدرس إن شاء الله أو في الجزء الثاني سنتطرق إلى الفقرات التالية المهمة بطبيعة الحال. إذا القيمة الوسطية لمتسلسلة إحصائية تعريفها، ثم التشتت، ما المقصود بالتشتت مقارنة مثلا في متسلسلة إحصائية، وأخيرا بعض التمارين التطبيقية المقترحة. إذا على الله، أولا نشاط تمهيدي لكي نتعرف على القيمة الوسطية المتسلسلة إحصائية. نعتبر الكشف التالي هو جرد لنقط تلاميذ قسم من الأقسام في مادة الرياضيات، كما تلاحظون طبيعة الحال قيم الميزة. السؤال الأول هو اعطي جدولا تلخص فيه هذه المعطيات: الحصيص مع الحصيص المتراكم والحصيص الإجمالي، وكذلك التردد والتردد المتراكم. إذن السؤال الثاني، حدد منوال هذه المتسلسلة إحصائية. ثم ثالثا، احسب النقطة المتوسطة لهذا القسم، يعني حساب المعدل الحسابي. رابعا، اوجد قيمة الميزة او النقطة التي تقسم هذه المتسلسلة الى جزئين لهما نفس الحصص. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، قم بايقاف هذا الفيديو للتمكن من اجابة عن هذا النشاط التمهيدي الاول. عزيزي التلميذ، أتمنى أن تكون قد تفوقت في الإجابة عن هذا النشاط التمهيدي. إذا الجدول التالي يلخص المعطيات. إذا بطبيعة الحال قيم الميزة هي على الشكل التالي، ثم الحصيص، العدد 3 مقابل 2 بنفس الطريقة، ثم 1. إذا الآن هنا نقوم بحساب الحصيص المتراكم. إذا الحصيص المتراكم عدد 2 2، ثم بذلك 2 زائد 1 3، 3 زائد 1 4، إلى آخره. بنفس الطريقة نجد أن، لاحظوا هنا، الحصيص الإجمالي هو 20، ثم التردد طبيعة الحال يعني تردد وخارج الحصيص على الحصيص الإجمالي. إذا 2 قسمة 20، كذلك هنا 1 قسمة 20، 1 قسمة 20، إلى آخره. بالنسبة للتردد المتراكم طبيعة الحال هو الحصيص المتراكم أو خارج الحصيص المتراكم على الحصيص الإجمالي. إذا في آخر الخانة هنا، خانة التردد المتراكم، نجد أن الخارج هنا يساوي 1. إذا الحصيل الإجمالي هو 20، يعني عدد التلاميذ في القسم 20 تلميذا. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني، منوال المتسلسلة هو 11، يعني القيمة التي لها أكبر حصيص، وهذا رأيناه بطبيعة الحال في الجزء الأول. بالنسبة للنقطة المتوسطة أو المعدل الحسابي، إذا M تساوي بطبيعة الحال، لا تنسى عزيزي التلميذ بحساب الخانات بطبيعة الحال في الجدول، كذلك بحساب عدد الجدوءات لكي تكون الإجابة صحيحة. إذا لاحظوا هنا الخارج التالي، إذا M تساوي هنا 146 على 20، وبالتالي M أو المعدل الحسابي يساوي 8.2. ثم ننتقل إلى السؤال رقم 4، قيمة الميزة، يعني النقطة التي تقسم هذه المتسلسلة إلى جزئين. يعني هذه المتسلسلة بطبيعة الحال لاحظنا أن هناك 20 تلميذا، إذا سنقوم بقسمة هذا العدد 20. إذا لهما بطبيعة الحال نفس الحصيص،
جيد، لاحظ هنا عدد النقط بطبيعة الحال لعشرون تلميذا بطبيعة الحال. إذا فأولا نقوم بجرد هذه الأعداد سواء تصاعديا أو تنازليا، لا بد من هنا من الترتيب. فنلاحظ هنا القيم هنا على اليمين، إذا نلاحظ هنا جيدا، فهنا 10 قيم وعلى اليسار 10 قيم. إذا كيف نقوم بحساب القيمة، قيمة الميزة الوسطية هنا؟ إذا لاحظ هنا، فقيمة الوسطية هي 8 زائد 10. لماذا؟ لأن هنا 10 قيم زائد 10 20، فالعدد 20 هنا فهو عدد زوجي. إذا ماذا نفعل؟ إذا نعد على اليمين 10 أعداد وعلى اليسار 10 أعداد، فالعددين الوسطين هو 8 و10. إذا نقوم بطبيعة الحال حصر M بين 8 و10. هذا الحصر M يسمى بقيمة وسطية للمتسلسل الإحصائي. إذا كيف نقوم بحسابها؟ إذا فنقوم بجمع 8 زائد 10 قسمة على 2 ونجد 9. إذا فالعدد هنا 9 هو القيمة الوسطية للمتسلسلة الإحصائية. لاحظ جيدا هنا عزيزي التلميذ أن هذه المتسلسلة فهي تتكون من عدد هنا زوجي. إذا في المثال الثاني أو النشاط الثاني سنتعرف على المثال الذي يتكون من أعداد فردية، وسنعرف كيف نقوم بحساب هذه القيمة الوسطية. إذا في النشاط التمهيدي الثاني نعتبر الكشف التالي هو جرد لنقط تلاميذ قسم من أقسام في مادة الرياضيات كما يبين الشكل التالي. السؤال الأول، اعطي جدولا يلخص معطيات هذه المتسلسلة الإحصائية. ثم ثانيا حدد النقطة المتوسطة أي يعني المعدل الحسابي. ثم ثالثا حدد منوال المتسلسلة الإحصائية. رابعا وأخيرا أوجد النقطة التي تقسم هذه المتسلسلة الإحصائية إلى جزئين لهما نفس الحاصص. إذا أتمنى أن تكون قد تفوقت في إجابة عن هذا النشاط الأول. إذا قيم الميزة هي كالتالي، إذا مقابلها الحصيص هي أعداد التالية، ثم بعد ذلك نقوم بحساب الحصيص المتراكم. إذا بنفس الطريقة التي عهدناها في السؤال طبيعة الحال في الجزء الأول. ثم بالنسبة للتردد نخرج الحصيص على الحصص الإجمالي هنا. إذا فالحصص الإجمالي بطبيعة الحال هو 15 تلميذا. إذا نقوم بقسمة الحصيص على الحصيص الإجمالي، جيد. ثم تردد المتراكم بطبيعة الحال هو خارج الحصيص المتراكم على الحصيص الإجمالي. إذا بنفس الطريقة هنا لاحظ جيدا أن في الخانة الأخيرة هنا سنحصل على العدد 1. بطبيعة الحال الحصيص الإجمالي هو 15 تلميذا في القسم. إذا بالنسبة للنقطة المتوسطة أو المعدل الحسابي، إذا بطبيعة الحال هنا M تساوي إذا خارج جداءات الحصيص وقيم الميزة قسمة على الحصيص الإجمالي. إذا بالتالي نجد هنا 141 قسمة 15 تساوي ماذا؟ 9.4. إذا المعدل الحسابي هنا يساوي 9.4. ثم ثالثا منوال هذه المتسلسلة هو قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص هو العدد وقيمة 5. ثم رابعا قيمة الميزة أو النقطة التي تقسم هذه المتسلسلة إلى جزئين لها نفس الحصيص يعني القيمة الوسطية، يعني بالتذكير بطبيعة الحال لاحظوا هنا. إذا جيد، إذا نقوم بعد هذه القيم نجد أن بطبيعة الحال مجموع هذه الأعداد أو قمنا بعدها 15 نقطة. إذا لاحظ هنا جيد عزيزي التلميذ أن 15 فهي قيمة أو عدد هنا فردي. إذا كيف نقوم بحساب قيمة الوسطية؟ نلاحظ بطبيعة الحال أن على اليمين هنا 7 قيم وعلى اليسار لاحظ هنا 7 قيم. إذا في وسطي بيطلع بيت الحال العدد الوسط هنا هو الذي يكمل 15.
إذا فهنا بطبيعة الحال بما أن العدد هنا فردي، إذا فقيمة الوسط إلى المتسلسل الإحصائية مباشرة هو العدد 10.5. هنا غير مطلوب بطبيعة الحال حساب المجموع وقسم على 2. لماذا؟ لأن المتسلسل الإحصائي هنا عدد فردي، إذا يسهل علينا حساب مباشرة القيمة الوسطية. إذا نصف وحدة ساكنة هنا هو 15 قسمة 2، يعني 7.5، عدد النقط التي هي أصغر من أو تساوي القيمة الوسطية 10.5 هو 9. ثم وعدد النقط التي هي أكبر من أو تساوي 10.5 هو 8. إذا كتعريف لهذه القيمة الوسطية لمتسلسلة إحصائية، إذا كانت متسلسلة إحصائية قيم مميزاتها مرتبة ترتيبا تزايدي أو تناقصيا، فإن القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة هي قيمة الميزة التي تقسم هذه المتسلسلة إلى جزئين لهما نفس الحصيص. إذا في المثال الأول هنا الجدول التالي يعطينا ملخصا لنقاط تلاميذ قسم في فرض مادة الرياضيات. إذا بطبيعة الحال الجدول التالي هنا نقط قيم الميزة هي على الشكل التالي، ثم الحصيص أو اللي هو عدد التلاميذ الذين حصلوا على هذه النقط. إذا السؤال الأول هنا أحدد النقطة المتوسطة لهذه المتسلسلة الإحصائية، ثم ثانيا أحسب القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية، ثالثا أحسب النسبة المئوية لعدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة أصغر أو تساوي 10، رابعا مثل هذه المتسلسلة الإحصائية بمخطط عمودي، طبيعة الحال هذا المخطط بالقضبان، ثم أخيرا خامسا حدد منوال هذه المتسلسلة. بطبيعة الحال قم عزيزي التلميذ بإيقاف الفيديو لكي تتمكن من الإجابة. إذا الحال أتمنى عزيزي التلميذ أن تتفوق في حل هذا المثال بطبيعة الحال. إذا فالإجابة هي على الشكل التالي، إذا المعدل الحسابي بطبيعة الحال هنا فقط للإشارة هنا وللتأكيد بطبيعة الحال، فالأولوية دائما للضرب وليس للجمع. إذا هنا لاحظ جيدا أن خارج مجموع جداءات الحصيص وقيم الميزة قسمة الحصيص الإجمالي هنا، إذا نحصل على المعدل الحسابي هنا 10.7. إذا ثانيا القيمة الوسطية الميزة التي تقسم هذه المتسلسلة إلى جزئين لهما نفس الحصيص، نقوم بترتيب هذه الإعداد ترتيبا تصاعديا. إذا فالقيمة هنا على اليمين وعلى اليسار عدد 4، إذا وبالتالي فالقيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية هي العدد 11. إذا لاحظ هنا جيدا عزيزي التلميذ، ف عدد النقط هنا 9، إذا فالعدد 9 هنا عدد فردي، إذا ف11 هنا هو القيمة الوسطية. السؤال الثالث، النسبة المئوية لعدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أصغر أو تساوي 10، عددهم 24، هي على التالي، إذا فالعدد هنا 24 الذين حصلوا على نقطة أصغر تساوي تمثل 40 تلميذا، إذا إكس يمثل 100%. إذا نحصل على طبيعة الحال إذا النسبة المئوية لعدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أصغر أو تساوي 10 هي 60%. إذا رابعا المخطط أسفله يمثل تلاميذ مؤسسة تعليمية حسب النقط المحصل عليها في فرض مادة الرياضيات. إذا بطبيعة الحال فالشكل أو المبيان هنا يمثل مخطط بالأعمدة بالقضبان حصيص بدلالة قيمة الميزة، إذا فهنا بطبيعة الحال على الشكل التالي. إذا خامسا منوال هذه المتسلسلة هو العدد 10 الذي له أكبر حصيص. إذا في النشاط التمهيدي التالي نتعرف على التشتت. المبيانان التاليان يلخصان نقط المراقبة المستمرة خلال السنة الدراسية لتلميذتين هناء وسناء في مادة الرياضيات. إذا نلاحظ في الشكل بطبيعة الحال هنا نقط سناء على اليمين ونقط هناء على اليسار. لاحظ هنا جيدا،
إذن فمعدل المراقبة المستمرة هو بطبيعة الحال هنا سأقوم لاحظ هنا، فالعدد هنا 11.5 هو ماذا؟ إذن هذا الخط هنا يعبر عن معدل المراقبة المستمرة للتلميذتين. إذن فالتلميذتين معا حصل على نفس المعدل المراقبة المستمرة هو 11.5. إذن نلاحظ أن من خلال ميبيان أن نقط سناء أكبر طولا من أطوال قضبان ميبيان هنا، وطول كل قضيب هو الفرق بين النقطة والمعدل. نقول إذن أن نقط سناء أكثر تشتتا من نقط هنا، أو أن نقط هنا أقل تشتتا حول المعدل من نقط سناء. ملاحظة، نقط هنا قريبة إلى المعدل. إذن كتعريف للتشتت، إذا نعتبر متسلسلتين إحصائيتين S1 و S2 لهما نفس المعدل الحسابي M. نقول إن S1 أقل تشتتا من S2 إذا كانت قيم ميزة S1 أقرب إلى المعدل M من قيم ميزة S2. إذا في المثال الثاني هنا سنوضح هذه القاعدة. نعتبر الجدول التالي. إذا بطبيعة الحال هذا الجدول يكشف بعض 4 فروض مادة مثلا مادة الرياضيات لتلميذين سعيد ومريم. إذا فتلميذ سعيد حصل على الفرد الأول معدل 9، والفرد الثاني 14، والفرد الثالث 10، والفرد الرابع 15. ما بالنسبة لتلميذة مريم؟ الفرد الأول 6، والفرد الثاني 9، والفرد الثالث 16، والفرد الرابع 17. إذن أولا أحسب معدل كل من سعيد ومريم، ماذا تلاحظ؟ السؤال الثاني ماذا تستنتج؟ إذن إجابة هنا. إذن السؤال الأول معدل سعيد، يعني المعدل الحسابي بطبيعة الحال معدل السعيد هو مجموع الفروض قسمت على عدد الفروض. إذن نحصل على المعدل 12. بالنسبة لمعدل مريم كذلك M تساوي فنلاحظ هنا أن سعيد ومريم لهما نفس المعدل، كما نلاحظ أن نقط سعيد أقرب إلى المعدل 12 من نقط مريم. إذن بطبيعة الحال فنقط سعيد هنا أقرب للمعدل 12 من نقط مريم. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن نقط سعيد أقل تشتتا من نقط مريم. إذا في نهاية هذا الفيديو أقترح عليك عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة تمارين التطبيقية التالية من الكتاب المدرسي، كتاب المفيد في الرياضيات للثالثة إعدادي. إذا أشكركم على حسن تتبعكم، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الجزء الثاني من درس الإحصاء، وإلى درس آخر إن شاء الله بالتوفيق للجميع.